من شوي نحن بلشنا على الهواء. صرنا على الهواء. مع مين عم تحكي؟ تبعت المساج بعتيها هيك شفهيا. بلشنا؟ ايه اوكي بونجور. معلومه. اوكي نحن من شوي كنت عم بقول انه حكينا عن اصدار كتاب تربوي للاطفال، بس هالمره رح نحكي عن اصدار كتاب مختلف كليا، هو لامور فوف مع الكاتبه والروائيه فريدا عنبر. اهلا وسهلا فيك فريدا. اهلا وسهلا فيكم. اليوم توقيع الكتاب يوم الساعه 6 بالصالون دو ليف بالبيال. اوكي ليه هيك عامله فينا لامور فوف؟ شو قصته؟ لو تيت يعني التيت تبعه الانونس والكوفرتور لامور فوف، لانه هي قصه ست عايشه بكندا، عايشه حياتها، اما كنديه بيا لبناني، بس ما عندها ولا مره جايه على لبنان وما بتعرف الا الاكل واغاني فيروز، بيا قاطع مع لبنان كومبليتمون. بصير في ظروف بحياتها وبتقرر بدها تاخذ سنه فرصه تعيش شيء جديد. هي وعم بتزور بيا في صوره كانوا يحطوها حتى اختهم اما وبيا، صوره البيت العائله بلبنان. بتطلع وصير عن كود التات بتقول انا بدي اروح ارجع على لبنان اول مره، وان واي تيكت من كندا على لبنان، وبدي افتح بيت العائله هيك تبلش شيء جديد تعيش شيء جديد. بتترك كل شيء، بتسكر العياده تبعيتها، بتترك كل شيء وبتاخذ الطياره وبتوصل على لبنان. هيك ببلش الكتاب. هلا بالامور فوف في كمان رجع على البلد، شخص ما بيعرف بلد، يعني كان فيها تنقي اسبانيا ايطاليا كله حلو المناظر، بس اللي بتكتشفه بلبنان هو الايموشن تبع الجذور تبعولها. يعني بيا كان يحكي لها بس شي بتوصل على لبنان كانها بتنسحر. انتم عايشين هون معودين على الجمال حواليكم، نحن بس نجي من برا بنخوت، يعني بصير قلبنا يدق، بصير عيوننا يبرقوا، لانه لبنان في جمال عجيب غريب، يعني بحره، الطلعات على الجبل، الروايح، وبوصفهم كثير منيح بالكتاب. حتى بتقول كانه شيء، يعني كانه بلد مقدس، قد ما بتحس حالها هي يعني كانه اخذه اشياء تتحس حالها هيك. هيك ببلش، بتوصل بتفتح باب هيدا ما بتقدر لانه كله مدمر وكل شيء. اول ما بتوصل من اول ليله بتتعرف على الجار. جار اسمه ري رياض، ري لأنه عايش بأمريكا ورياض لأنه اسمه اللبناني. بيجي الجار تيساعدها تتفتح البيت وكل شيء، وببلش بيناتهم شيء عجيب غريب هن كمان ما عم بيفهموا. يعني ملتقى نورمال بصير ملتقى فوف، بصيروا يتصرفوا بطريقة مع بعضهم هن ما عم بيفهموها ليه هالقد قوية. وأنا ككاتبة بصير حضر الناس اللي عم بيقروا، بصير حط إشياء أون إيطاليك كانه في صوت عم يحكي وهالصوت جاي من زمان. بتاخذ ال إيه؟ انا عم بحط اشياء مثلا اون ايتاليك كانه هو عم بيعيش اشياء بس ما عم يفهمها، وكانه هي عم تتصرف بطريقه وما عم تفهمها. واثنيناتهم عندهم على جسمهم دماء مثل هون، يعني لا بروميير فوا شي مثل هون لا بروميير فوا ا نوفو ال دوفون لوي سي تري سامبل. هيدي هون وين وين الو هون هشام هشام وين وين ما عم بحضر. اوكي هون مطرح ما انا حاطه اصبعي، قصدك انت يعني اللاتر ايطاليك صار لاتر ايطاليك مثل صوت عم يحكي من الماضي. يعني كل ما نشوف لاتر او جمله بالخط التلياني بنعرف ايه؟ انه هيدا شيء بيجي منهم أو بس هن عم بعشوه بس ما عم بيفهموا. وكل القصه بدها تصير هي وعم تفتح البيت وعم تعمل رينوفاسيون، وطبعا بيجوا الجيران لانه مين اجت بنته لحنا من كندا بيجوا يتعرفوا عليها، وهي ما بتحكي وين الضيعه يلي بعقلين. بعقلين انا نقيت بعقلين وانا بحياتي مش طالعه بعقلين، لانه انا دائما ككاتبه بحب فرج الناس انه مش في كثير اشياء بتخترعيها، مش كل الاشياء انت شايفتيها ورايحه تعملي فوتوكوبي. الكاتب بياخذ شيء مزبوط ترامبلان وبيخترع شيء جديد. دونك في اشياء كثير بتضحك، مثلا هي اول ما بتوصل بيجوا ام نزيه وام فؤاد وجايبين لها فواكه تيتاهلوا فيها وكل شيء وصفوف ونموره، مثلا بيقولوا لها ام نزيه بتفكر اسمهم مدام ايم، بتقول لهم بونجور مدام ايم جو سوي عافي دو فير فوت كونيسونس. يعني في اشياء كثير بتضحك الواحد ما بيعرفها الا اسكان يعني جاي من برا بعيشها. اوكي فريدا انت كنت عايشه بكندا؟ انا عايشه طول الوقت بكندا، انا مش عايشه بلبنان، جاي هون بس جمعه مشان يعني الكتاب. هيدي رابع سنه هيدي رابع سنة بيجي على الصالون هالمشوار كرمال صالون دو ليف. اوكي هلا طلعت صرختهم بالرجل قام بدنا نكفي القصة. ايه بكفيكم اياها بقى ما عندها مشكلة بقى بس ما يعني الكتاب كتير حلو وكتير بشع، لأنه القصة للي هن حاملينها وهن مش عارفين شو حاملين هيدا الاعتاج للي اخدينه من زمان،
بدها تنكشف اخر شابيتر. يعني الواحد بصير يقرا، هلا رح تكشفيها كمان بالشابيتر اخر شابيتر، بنعرف بيعرف الليكتر كل شيء صار بيناتهم وبيرجع بيقرا الكتاب. بقى انا بقول لهم بالاول بليز انتبهوا على الديتاي، هو بحب بانتور ان بارتيكولي، حاطط فريسك باوضته كثير سبيسيال، هي عندها حلم دائما بيرجع، هي عندها خصلة شعر ما بتطول، هي شعرها أحمر أول ما بشوفها بينقز بصير يقول أنا ما بعرفك، بس هالشعر كأنه شايفه عم يركض بخيالي شي محل. بقى كله حطت لهم أنديس وأنا بكتبة نبط عالي كتير، ونبط للي بيقرأ وللي بيكتب كتير كتير بصير عالي، بصير زدلون لحديد ما آخر شابيتر آخر فضيحة. لا مش فضيحة، لا ريفيلاسيون. ايه بس هلا ما فيك تقولي ما رح اقول، ومشان هيك بدك تقولي، مشان هيك انا بقول للناس بتحديهم وبقول لهم مين ما كان رح يقري بركي ما يكون موافق على القصة، بس مش معقول ما يندقر بهيك قصة، لان انا مثل ما اخذتي لي روحي شلتها حطيتها بكلمات بهالكتاب وهلا رجعت لي. بقى ما بفتكر انه الواحد بيقدر يعمل انجكسيون هالقد قوية بكتاب ويضلوا الليكتر انديفيرون. ممكن القصة تتعرفوا شو عم بيصير لازم تقروه، لازم تجوا تشوفونا يعني. بس هلأ ما رح تقولي، ما بقدر أبدا، هيدا التارك كل هيدا، بس خبركن يعني ولا اللي حكينا في تحت الهواء. ما خبركن شو صار بآخر شابيتر، آخر شابيتر بينفهم كل شيء، وفي كتير ناس هلأ بلشوا يقروا بموريال قالوا لي رجعنا قرينا، إنه قريناه بسرعة لأنه قصة حلوة وأنت عصاد وكل شيء، بس وقت قرينا اخر شابيتر. ذكرتيني بكذا فيلم ببقى وقتها بحضرهم ما بفهم شو عم بيصير اول شيء، بس افهم كل شيء بالاخر برجع بحضرهم مره ثانيه. ما هيدي استراتيجي. واول شابيت اسمه لفوف، اول شابيت اسمه لفوف، مبلشته بنص الكتاب عم بفرجي شو عم بيصير بيناتهم، وحتى الكتيبه كانت يعني الكتيبه ضايقتني لانه صرت اكتب بطريقه مثل ما حدا يعني معطلي لو كلافيي، مثل عم بضرب هيك انا عم بكتب تيطلعوا يعني الكلمات كثير قويه. اول شابيتر اسمه لفوف، اخر شابيتر اسمه لاموع، وكل القصه عم بتصير بيناتهم تنفهم كيف هيدا بلش هيك وكيف هيدا خلص هيك. اوكي اللي كان بدي اسالك هو نسيته السنه الماضيه كنت ضايفه معنا، كان عندنا كتابين عم نحكي عنهم، كان هاشتاج نو رولز وكتاب لاولاد الصغار. مزبوط، هاشتاج نو رولز كان شيء شوي كمان مش عادي. مزبوط، ما في شيء عادي، انا ما بدي اكتب عادي. الهاشتاج نو رولز هو شيء ما بعرف شيء، رجعي قولي لي. هاشتاج نو رولز قصة بنت لبنانية عايشة بعائلة كتير محافظة بموريال، ما بس كنت تعرفوا بس اللبنانية اللبنانية اللي تركوا لبنان تركوا من 40 سنة ضلت المنتاليتي العقلية زيادة. اكزاكتومون. في شي كمان قصة حب مع شاب كتير غريب. قصة حب مع شاب كندي بيخدها بمغامرات كتير سبيسيال، وهي وين الصراع تبعها بدها ترجع على البيت بيا يبوس خدها وتفوت اتنين بتختها. يعني كان في كتير أخذ عز هاشتاج نو رولز كثير في ماشي على لبنان، بس دايما 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 لازم يكون في حدا لبناني وفي ماشي على لبنان. ما هي بدي اقول لك يعني انا كاتب 10 كتب، بالعشر كتب في قطعيساج ببيروت وكل مره بطريقه غير شكل، ولا مره مردده، وكل حالي. مره في حدا مغترب، كل اما مغترب اما لبناني، لا مش بكندا، في بامريكا، في باريس، بارتو دون لو موند. ما الاكريفان ما عنده ليميت. هلا الحلو انه انت عم تكتبي وعم ترجعي دائما لاطلاق الكتاب بلبنان، كثير مهم لإلي اطلاق الكتاب بلبنان، اهم من بموريال. يعني انا عايشه بموريال والريزو تبعي، بس في ليا ايموشنال كثير قوي مع لبنان. بس بضل المغترب بيقرا الكتاب غير ما انا رح اقريه، حدا عايش بلبنان مش مخص مغترب، كل واحد مع الباجاج تبعه بيقريه وبشوف شيء جديد. وناس كتير بتكتب لي بس تقرا كتبي، واوقات بتعرف عليهم وبحكي معهم وبقول بيقولوا لي شفت هالشغله، انا ماني كونسيونت حطيتها. اوكي، كانه كتبك يعني حلو انه تكون سيناريو فيلم. واي نوت اكشلي بدي ابعته ل مسيو دويري. بدي اياكي كمان منى انه انت تمثلي، كثير فوتيها بالروايه. اوكي، اليوم التوقيع الكتاب اليوم التوقيع الساعه 6 بالسالون دو بيال، من 6 لل 7 ونص يعني. وناوي تضلي على هيدا الريتم كل سنه كتاب؟ لا هلا كتبت، لازم اهتم شوي، هو مثل اولادي يعني ما فيني ضلني ولد لازم اهتم فيهم. هلا سنه الجاي مش رح اكتب، بس بدي اكتب كونت بو انفون دو لوت كوتي دو جاردان، هيدا هين يعني، وشي مانزوكي هي بترسم لي، عندي شخص هون بيرسم لي رسومات،
سنتي جاي بدي اهتم بالكتب شوية ماركتينج، في كتير ناس طالبينهم مثلا بجامعات ما عندي وقت ابعتهم، لانه اذا كان انا بشتغل فول تايم، انا بشتغل بجامعة موريال فول تايم، يعني مش انه بكتب كل الوقت، بقى بدي اهتم بالكتب واعمل لهم شوية ماركتينج. في كتير ناس طالبين ومصر لي وقت بحياتي ابعت لهم الكوبيات، وبعد سنتين على الرغم تنشوف نرجع شو رح يطلع. هلا عامله ستوب. عامله ستوب. فريدة عنبر اهلا وسهلا فيك. ميرسي. انت مهضومه وكتبك مهضومه. بدنا نذكر انه اليوم توقيع، مبروك الكتاب. ميرسي تركت لك. اهلا وسهلا. ميرسي. اهلا وسهلا لك الكتب، يعني بيعرفونا بقرا. مزبوط مزبوط. يمكن شير يمكن شير. ميرسي بوكو. نحن لهون ايه اكيد هيدا رح نختم مع تقرير رياضي. اوكي بكره اكيد حلقه جديده بتمام الساعه 7:30. باي. قيادة مجنونة، سرعة قياسية، تجاوزات مثيرة، حوادث واصطدامات، حرب استراتيجيات بين الفرق المتنافسة، أي مصطلح من هالمصطلحات المذكورة كفيل بجذب ولفت انتباه أي شخص، فكيف إذا اجتمعت كلها في رياضة واحدة هي رياضة سباقات سيارات الفئة الأولى الفورمولا 1. ليس خفيا على أحد أن هذه الرياضة هي الأكثر شعبية ومتابعة بين رياضات السيارات كالراليات أو النسكار الأمريكية أو غيرها، فهي الحدث الرياضي الأكثر مشاهدة بعد كأس العالم والألعاب الأولمبية. في موسم 2011 مثلا بلغ مجموع مشاهديها 55 مليون شخص تقريبا في 200 دولة، ونقلت السباقات دون أن نحصي مئات الألاف ممن يذهبون إلى الحلبات للمتابعة المباشرة. ولكن شو اللي بيخليها تكون رياضة ناجحة ومتابعة إلى هالحد؟ عدا عن كم الإثارة الذي تعطيه لمحبي السرعة بشكل خاص، هذا النجاح لم يأتي من فراغ، إنه نتيجة مجهود على مدى 30 سنة الأخيرة بشكل خاص، لأن انطلقت اللعبة في العام 1950، ولكن في بداية الثمانينات بدأت تتحول نحو الشكل يلي بنعرفها فيه هلأ. مجهود في القيمون عليها بالتعاون مع الشركات المصنعة والسائقين بطبيعة الحال. من ناحيتها بذلت اللجنة المنظمة للسباقات مجهود جبار لجعل اللعبة منتشرة وشعبية إلى هذا الحد، فعمدت إلى تبني استراتيجية مدروسة على المستويين التنظيمي والتقني. من الناحية التقنية شهدت وتشهد الفورمولا 1 كل يوم تعديلات جديدة جعلت السيارات تصل لسرعة فائقة لا تضاهى إلا بالنفاثات الكبيرة يلي تتشارك مع السيارة بحيث الشكل للمحركات. عشاق السرعة والسيارات طبعا رح يتجهوا تلقائيا نحو الرياضة. أما من الناحية التنظيمية فعمدت اللجنة المنظمة إلى توزيع السباقات على مختلف القارات، بالإضافة إلى توقيع عقود للنقل التلفزيوني المباشر. هيك زاد عدد متابعي اللعبة بشكل كبير بعد ما أصبحت بفضل هذه الخطوات عالمية وشعبية أكثر. كل اللي ذكرناه جذب مشاركة مصنعين مشهورين كمرسيدس وغيره لمحبي السرعة والسيارات، وفضلوها على أي من السيارات التانية، الفيراري أو رينو. هذه الشركات تبذل سنويا مجهود كبير لإنجاح اللعبة، بدءا بالتجارب والاختبارات على السيارات، وصولا إلى السفر بين مختلف البلدان المنظمة للمشاركة في السباقات، 160 ألف كيلومتر تقريبا خلال الموسم. وخلال نهاية الأسبوع الذي سيقام في السباق يتطلب الأمر مجهود جماعي كبير، بدءا بتحضير السيارة لخوض التجارب التأهيلية نهاري الجمعة والسبت، والتي على أساسها يتم تحديد مراكز الانطلاق للسائقين، فينطلق صاحب التوقيت الأفضل من المركز الأول وصولا إلى يوم إقامته يوم الأحد. لماذا تستحق الفورمولا 1 المشاهدة؟ لأن ببساطة تشبع شغف عشاق السرعة والسيارات في أقل من ساعتين من الزمن. وهل تعلم أن السباقات حاليا تقام في 19 دولة مختلفة، منها عربيا حلبة البحرين الدولية وحلبة أبو ظبي؟ يبقى أن هذه الرياضة جعلت من العديد من السائقين نجوم، خاصة وأن تتطلب قدرة ذهنية فائقة إضافة إلى تحضير بدني خاص، فقدرة التحمل المطلوبة لخوض أي سباق تعادل ما يحتاجه عداء الماراثون. يخسر السائق ما يصل إلى 3 كيلوغرامات من وزنه بعد كل سباق، ويقوم بتمارين مكثفة للقلب والأوعية الدموية كالجري والسباحة وركوب الدراجات الهوائية، وتمارين خاصة بعضلات الصدر والرقبة لجعله قادر على تحمل وزن الرأس والخوذ أيضا، إضافة إلى تدريب عضلات الذراع لتحمل قوة المنعطفات والقيادة لفترة طويلة. وكذلك ومع نهاية كل سباق يحصل أصحاب المركز العشر الأول على النقاط، وبالتالي يتوج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى.